السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا سي كمال. الأستاذ حياك الله يا أستاذ. بارك الله فيك مولاي. حياك الله وكرمك وحفظك من اللي اتصلنا بك اليوم. لا أطير عليك كثيرا، الله يجزيك بخير، الله يطول عمرك، وراك أنت مدد في الإسلام، نذكرك في الصباح وفي المساجد وفي المساجد وفي المحاضرات، الله يجزيك بخير. عزك الله خويا. أنا تنواظب على الصلوات ديالي الخمس المفروضة، وكنواظب الصلاة ديالي في واحد المسجد هنا في الدار البيضاء بالعمل ديالي في مسكن بعين الشوق، ولقيت على كاتب الجدران ديالو من صلى 12 ركعة من دون فرائض كتب الله له بيت في الجنة. نعم. هذا من جانب. الجانب الآخر أنني كنقرأ القرآن ديالي الواجب اللي هو يا أحد به إيه سورة وسورة الغافر والمعوذتين وآية الكرسي، واللي كنصلي المواقيت ديالي في السجود كنقول يا حيو يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين. إيه كتوكلنا هو اللي كان من وقت المصير بلاتني ربي حسن وبلا اعتزال حسن وقد عم نار الى اخر الدعاء. إيه الله يجزيك بخير، هذا هو اللي بغيت. هذوك الاوقات اللي كنصلي كنصليهم ما بين من قبل الفجر بشي ساعتين ولا ساعه ما بين ثلاثه والربعه. الله اكبر. الوقت اللي بحيث قريت في القران انك تقوم من ثلث الليل او نصفه الى اخر الايه. الله يجزيك بخير يا استاذ. اي سي كمال هنيئا لك اخويا، هنيئا لك. بغيت نعرف شنو هو الجزاء ديال هذا الشيء اللي كنديروا طبد العماله. الله يعملنا نكونوا مواظبين هذا الشيء حتى نموتوا ان شاء الله بحوله وقوته. يا رب يا كريم. هذيك 12 ركعه اللي كما كيقولوا نصارى اللي هي زائده ولا سيبلومونتير كنديرها انا ما بين جوج والربعه. سعداتك اخويا، سعداتك، هنيئا لك. لا الله هو هذا اخويا، الله يجزيك بخير استاذ، حياك الله ورفعك. شكرا شكرا سي كمال، حفظك الله ورعاك الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وهذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا يدخل في قول الله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. أخونا كمال أعطى الله نعمة، هي نعمة الإيمان ونعمة الاجتهاد في العبادة، أعظم النعم. قبل الصحة، قبل الزواج، قبل الأولاد، قبل المال، قبل الحظوة بين الخلق، أعظم نعمة على الإطلاق في سلم الأولويات هي نعمة الإيمان ونعمة التوفيق للعمل الصالح. هذه أعظم نعمة، اللي عنده هذه النعمة الشيء الآخر كيبان لي بأنه غير متاع قليل، لأن عنده رأس المال كله وعنده الفضل كله. هنيئا لك أخي كمال، هذه الأعمال اللي قمت بها رها بها يصير الإنسان ويرتقي من مقام أهل الإيمان إلى مقام الأولياء المقربين المبجلين. العبد المؤمن حينما يواظب على الفرائض، هكذا علمنا ربنا عز وجل في الحديث القدسي، قال لنا الإنسان اللي يواظب على الفرائض ثم بعد ذلك يجتهد في النوافل، وهذه النوافل اللي ذكرتي كلها مباركة، أنك تأخذ نصيبا من قيام الليل، وأنك تقرأ هذه السور المعظمة من آية الكرسي والفاتحة وسورة غافر اللي فيها المغفرة والرضوان، وأنك تقوم بكل هذه الأعمال الصالحة. هذه كلها بعد الفرائض هناك النوافل، هو أن الإنسان يقترب من مولاه كلما زاد في النوافل وفي تلاوات القرآن الكريم يقترب من مولاه، وكلما اقترب كاد أن يصل، فكيتسموا الواصلين. الواصل كتسمع واحد الشريف سميته سيدي واصل، كاين في أسفي سيدي واصل، كان يكثر من العبادة حتى أنه قال بأنه وصل بحال بوشعيب سارية كاين في الجديدة، كان كيدير سارية وكيربط فيها راسه باش ما يديش النعاس، وكيبقى قائما في الذكر والسجود والركوع، وكيتكى عليها سموه الساريه. هادو الصالحين كانوا يجتهدون، غنتعرفوا غدا ان شاء الله على قصه سيدنا داوود
الذي كان أواب وكان كثير، رغم أنه كان ملك وكان نبي وكان قاضي، كان دائما يدخل إلى المحراب ويغلق عليه الأبواب ويبقى مع ربه سبحانه وتعالى في خلوته. هذا الشيء هذا سير الكمال. إلى وضبط عليه راك غادي في الطريق الصحيح، وغادي طريق ما يسمى بالولاية. الولاية يعني أولياء الله الصالحين. في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه نعمة عظيمة. هنيئا لك، هنيئا لك سيدي كمال. واضب يا أخي الفاضل. وربنا دائما كيوصينا أن أعمالنا تكون على السنة وتكون خالصة لوجه الله تعالى. دائما كيقول لك الأعمال المقبولة فيها شرطين أساسيين. أول حاجة كتكون على السنة النبوية الشريفة، وهادشي كله اللي كتقوم به مذكور في السنة، وأنه يكون خالصا لوجه الله تعالى لا سمعة ولا رياء. وهناك يدخل الإنسان في المقام ديال الخير، وإلا كان الرغبة ديالو أنه ينشر الخير بين الناس كيدخل في واحد المقام أعظم، وهو: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني قول هذا الكلام وبينه للناس باش تشجعهم أكثر على المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله تعالى أخي كمال أن يزيدك كمال في الدين وكمال في الصحة وكمال في الخلق، وأن يجعلنا وإياك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمين يا رب العالمين.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.